السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات مدرسة وليب والياسمين الليبية، أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الفيزياء الصف الثالث ثانوي. إن شاء الله عز وجل هنبدأ مع بعض الوحدة الثامنة بعنوان علم الإلكترونيات التوليدي. قبل ما نخش في هذا العلم يهمنا إن إحنا نفهم مقدمة هامة جدا، وهي الفرق بين الفيزياء الكلاسيكية والفيزياء الحديثة. إيه الفرق بين الاثنين؟ الفيزياء الكلاسيكية كانت بتعتمد على التجارب بتاعتها على المشاهدة والأشياء المحسوسة والمرئية فقط. يهتم بهذا العلم أن يراها بعينه، يرى التفاعلات بعينه، يرى الحركة بعينه زي قوانين نيوتن وخلافه، إلى أن جاءت الفيزياء الحديثة التي بدأت إن هي تجاوب على بعض التساؤلات كانت موجودة في الفيزياء الكلاسيكية، مش عارفين مش لاقيين لها إجابة. بدأت تظهر الفيزياء الحديثة، وكان هناك محل خلاف بدأ في الضوء. هل الضوء ده عبارة عن موجات؟ الفيزياء الكلاسيكية القديمة بدأت تتكلم على إنه عبارة عن موجات، وإحنا خدنا أنواع الموجات الطولية والموجات المستعرضة وخلاف، كلها أشياء محسوسة ملموسة، إلى أن جه عالم اتكلم عليهم قال لهم إن الضوء ده عبارة عن جسيمات لكن احنا مش شايفينها لكنها موجودة، وعمل لهم تجربة مهمة جدا اسمها تجربة الثقب الأسود، كان العالم ده اسمه بلانك، تمام. وبعديها بدأت تتطور الفيزياء الحديثة، ودخل أينشتاين في الموضوع وخد جائزة نوبل على في هذا العلم الحديث، وإلى أن وصلت إلى العصر الحديث، وعلماء كتير زي أحمد زويل وخلافه بدأ خدوا جوائز نوبل في الفيزياء الحديثة. الفيزياء الحديثة بتتكلم عن علم الذرة، الجزء الموجود في الذرة والنواة وخلافه. هذه الأشياء لا تراها الفيزياء الكلاسيكية بالعين المجردة، والتطور اللي حصل في الفيزياء الحديثة هو ده اللي خلانا نصل إلى ما نحن فيه إلى الآن. تعالى يلا نبدأ مع بعض علم الكائنات التمهيدي. العلم ده احنا بنشوفه بعينينا الآن، شايفين هذا لو انت فتحت اي كمبيوتر هتلاقي جواه عبارة عن بعض الكومبوننتس او المكونات الالكترونية زي الاي سي، زي المقاومة، زي الترانزستور وخلافه، كلها اشياء اعتمدت اعتماد كلي على الفيزياء الحديثة وحركة الالكترونات وحركة الفوتونات وخلافه. دي الاجزاء اللي كانت فرق كبير جدا وعمل نقلة كبيرة جدا في العلم، تمام. تعال نشوف الجزء ده. احنا قلنا ان احنا هنتكلم على الجزء الغير مرئي اللي احنا مش قادرين نشوفه، اللي هو علم الالكترونات وازاي بتتحرك. احنا عارفين او درسنا في الكيمياء ان عندنا اي نواة عبارة عن مجموعة من بيبقى جواها النواة دي عبارة عن مجموعة حواليها مجموعة من المدارات، المدارات دي بتبقى عليها مجموعة من الإلكترونات، وكل مدار ليه قيمة معينة عليه عدد معين من الإلكترونات، تمام. وكلما الإلكترونات دي ابتعدت عن النواة، عن مركز النواة، كلما كانت سهلة أو حرة الحركة أو كلما اقتربت من النواة هنلاقيها إن هي متماسكة جدا، صعب إن هي تسيب النواة. لذلك دائما الإلكترونات في المدار الأخير بيقولوا عليها يعني بتسمى تحت اسم إن هي حرة، هي مش حرة، هي بتدور في ملف في مدار حوالين النواة، ولكن بعضها يطلق عليها ان هي حره ولكن هي مش حره. طيب بيقول لك بدأ علم الفيزياء في الخمسينات من القرن التاسع عشر فحص مسار الكهرباء خلال فراغ. تعال يعني نشوفها في خلال فراغ، وانا قلت لكم ده الفرق بين الفيزياء الحديثه والفيزياء القديمه او الكلاسيكيه. بوضع الالكترودين في انبوب مفرغ مقفل باحكام يبين لهم انبعاث نوع من الاشعه من الكاثود او الالكترود السالب. الكاثود هو ده الجزء السالب دائما، تمام، بياخذ اشاره سالبه. ويمكن تومسون سنه 1800 856 ل 1940
بدأ يتكلم في الموضوع ده، وقال إن أشعة الكاثود دي تنحرف بفعل المجال الكهربائي أو المجال المغناطيسي. استنتج في اتجاه الانحراف أن الجسيمات، شوف جسيمات اكتشفوها في العلم الحديث المكونة لتلك الأشعة تحمل حتما أشعة شحنات سالبة اللي هي الإلكترونات السالبة. تمام؟ يبقى الجزء اللي اكتشفوه إن فيه أجسام بتبدأ تتحرك وبتأخذ اسم الإلكترونات الشحنات السالبة أو اسم الإلكترون. وهنشوف دلوقتي إزاي ممكن نولد إلكترونات وتبدأ تنبعث. عشان نولد إلكترونات بنجيب بعض الفلزات، يا إما عن طريق التسخين نبدأ نسخنها بشكل معين بشكل قوي، تبدأ الإلكترونات الحرة أو على مدارات المدار الخارجي من الذرة تبدأ تنتشر وتبدأ تتحرك وتطرق المدار اللي هي فيه بقوة. ده أحد الإيه الأشكال، وهنتعلم أشياء أخرى وإحنا بنتابع مع بعض. انبعاث الإلكترونات في هذه التجارب من كاثود ساخن، وفي عادة بنستخدم فتيل رقيق جدا من مادة التنجستين، بنسخنها بدرجة حرارة عالية جدا جدا جدا. وأسهل طريقة للتسخين هي استخدام الكهرباء. تعال نشوف مع بعض انبعاث الإلكترونات من الفتيل خلال عملية الانبعاث الأيوني الحراري. تعال نشوف الانبعاث الأيوني الحراري ده بيتم إزاي. أهو شوف دي مجموعة، ده فتيل من الكاثود، وهتبدأ نبدأ يتم عملية التسخين ليه، هنلاقي إن في بعض الإلكترونات تبدأ تتحرك. يمكن أينشتاين خد جائزة نوبل على في هذه التجارب، وكذلك العالم أحمد زويل أخذ في نفس الفكرة إن هو عمل كاميرا بتصور التفاعلات الكيميائية في وقت صغير جدا يصل 10 والسالب 15 من الثانية. 10 والسالب 15 يعني رقم صغير جدا 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 يقدر يقيس بيه حركة التفاعلات. طيب تحتوي كل ذرة من أي فلز زي ما احنا قلنا كده على قليل من الإلكترونات الخارجية المرتبطة بغير احكام والتي تتحرك حركة عشوائية. يعني هنعمل ازاي؟ يعني احنا عايزين نقول لو انا عندي ادي النواهي صح؟ حواليها هنا بتبقى جواها النواه دائما بتبقى متعادله، يعني تلاقي جوه هنا موجب شحنات سالبه وشحنات موجبه الاثنين ادوار، ولكن في مدارات هنا خارجيه. تمام؟ هنا كده تمام؟ ادي مدار خارجي، وبعدين في مدار ثاني خارجي هنا، وهكذا كل واحد من دول عليه هنا تلاقي عدد هنا 8 الكترون، هنا 2 الكترون، هنا 4 الكترون، وهكذا على كل مدار عدد من الالكترونات. وغالبا الالكترونات اللي هي الخارجه اللي هي في المدار الاخير بتبقى شبه حره، هي مش حره تماما، ولكنها بيقولوا عليها يطلقوا عليها ايه؟ ان هي بتتحرك بسهوله. ونقول احيانا ان تلك الالكترونات حره لانها تستطيع التحرك بحريه خلال الفلز، والالكترون الذي يتحرك الى الخارج على السطح لا يستطيع الهرب منه. تمام؟ لان اي ماده بتبقى ليها ايه؟ ادي ماده ايه؟ تمام؟ بيبقى تحتيها هنا مجموعه من الالكترونات سالبه، تمام؟ سالبه وهكذا، الالكترونات سالبه 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 تحت هنا، تمام؟ هتلاقي سالب سالب سالب. بس هنا في حاجه اسمها جهد الحاجز. الالكترون ما بيقدرش يطلع من الجسم اللي هو بتاعه من خلال النواه بهذه السهوله، بيحتاج طاقه عاليه جدا عشان تبدا تخرجه. الطاقه دي بتيجي منين؟ هنشوفها. بيقول ايه؟ تستطيع التحرك بحريه، والالكترون الذي يتحرك الى الخارج على السطح لا يستطيع الهروب لانه مرتبط بقوه الجذب الى نواه الذره. يعني دايما في هنا ادي النواه، تمام؟ ادي النواه بتاعته هنا، هو مرتبط بيها في قوه جذب بينه، ما بيقدرش يطلع بسهوله. وهنا في سطح للفلز ما بيقدرش يخترق ويعدي الا محتاج قوه عاليه جدا. ولكن عند التسخين، ايوه، ايه اللي بيحصل بقى؟ قد تكتسب بعض الالكترونات طاقه كافيه للهروب من السطح، ويعرف ذلك التاثير بالانبعاث الايوني الحراري. ويمكن انتاج انبعاث ايوني حراري بتسخين فتيل التنجستين معايا رقيق، ما بيكونش سميك جدا، بيبقى رقيق. وتحقق ذلك الامر هنمر بايه؟
تيار بسيط جدا اهو، كام؟ 3 من 10 امبير او 6 فولت، فبيبدا يسخن هذا الفتيل ويبدا تتحرر بعض الالكترونات زي ما احنا شايفين. طب هنستفاد منها ايه؟ تعال نشوف هنستفاد منها ايه، ويمكن انت هتستغرب جدا في هذا الدرس. استقصاء خواص الالكترونات. بيقول لك ايه؟ المدفع، هنعمل حاجه اسمها مدفع الالكترونات. تمام؟ في هنا حاجه اسمها مدفع الالكترونات. نجيب هنا يستخدم مدفع الالكترونات لاستقصاء خواص الحزم الالكترونيه، ويبان الشكل 2، ده الشكل 2 اهو، ده مدفع الالكترونات. تتكون من ايه بقى؟ عباره عن انبوب زجاجي، تمام، مفرغ الهواء، تمام، وهنفهم ليه مفرغ الهواء بعد شويه. تحت ضغط منخفض جدا، وتنبض الالكترونات اللي احنا هننتجها هنا بانبعاث حراري من فتيل التنجستين. هنسخن فتيل تنجستين، تمام، جدا، نسخن باستخدام منبع قدره. نجيب منبع هنا قدره ونبدا نسخن فيه، ما احنا قلنا تبقى ممكن تصل ل 6 فولت، ويتصل جهد موجب عالي عده الاف من الكيلو فولت. الجزء ده كنا ممكن نشرحه باستفاضه، بس هو مهم جدا. تمام، حتى تصل وتنطلق وتسرع الالكترونات حتى تصل لسرعه عاليه، تنطلق مستقيمه خلال ثقب الانود. تمام، هو طبعا كاثود، الالكترون عباره عن كاثود، تمام، فاحنا عاملين له انبوبه مفرغه، تمام، عشان يتحرك فيها بقوه. وليه الجزء ده بيبقى انود؟ لان احنا عارفين ان الشحنات المختلفه تتجاذب، تمام، تتجاذب، اما الشحنات اللي هي متشابهه تتنافر. فاحنا عشان كده عملنا انود اخر عباره ووصلناه باسطوانه زجاجيه مفرغه، بحيث ان الالكترونات المتولده دي تبدا تتحرك دايركت او مباشره داخل الاسطوانه المفرغه. وهنقول ليه مفرغه من الهواء؟ عشان نقدر نخلي الالكترون ده دائما يمشي بسرعه عاليه جدا، لان لو مش مفرغه الهواء هيحصل مقاومه عاليه جدا من الهواء. دي حاجه. الجزء الثاني ان ربما تساعد على اشتعال الفتيل اللي هو من التنجستين، لان بيتعرض درجه حراره عاليه جدا عشان يبدا يحرر الالكترون. فلو انا خليت فيها هواء او ما فرغتهاش من الهواء ممكن تعمل حريق او وتؤثر على التجربه. طيب، تمام. ونشير احيانا ان الحزم الالكترونيه على انها اشعه كاثود، تمام، لانها تنتج من الكاثود او الالكترود السالب. طبعا هي بتطلع باشاره سالب. طيب، قال لك في حاجه ثانيه، الانحراف بمجال كهربائي. يمكن تكوين مجال كهربائي بتسليط فرق جهد عبر شريحتين فلزيتين متوازيتين موضعتين في موضع افقي على بعد ما. هنشوف دلوقتي ايه الفكره بتاعتي. اهو جبنا لوحين زي دول، وصلنا بيهم تيار كهربي عشان يتولد بينهم مجال، تمام، فوجدنا ان الالكترونات اللي اتولدت من هنا، ده الانبوب المفرغ اهو، تمام، وهنا ده شعاع بيبدا يطلع شعاع من شرائح التنجستين، ويبدا شعاع هذا الشعاع يطلع بهذا الشكل المستقيم. وده زي ما قلنا ده انود، بحيث ان هو يجذب الالكترونات المتولده من التنجستين فيجذبها بهذه السرعه. وبعدين عملنا هنا مجال بين لوحين زي ما احنا شايفين كده، فلقينا ان الشعاع الالكتروني ده بيبدا يحصل له انحراف بهذا الشكل. شايفين هذا الانحراف؟ وربما يذهب يميل ناحيه الجزء الموجب، لان احنا عارفين ان هو دائما جزء هو اشارته سالبه، تمام، فهيروح الى الجزء الموجب. عند مرور حزمه الالكترونات بين الشريحتين نشاهد الالكترونات تنحرف نحو الشريحه الموجبه، والسبب انجذاب الالكترونات الى الشحنات الموجبه. طبعا لان الالكترونات اصلا سالبة، فهتروح تنجذب إلى الشحنات السالبة.
الشريحه المضاده. تمام، وعملنا نفس التجربه بان احنا جبنا ايه عباره عن مغناطيس بشكل عمودي بهذا الشكل اهو، لقيناها برضو ايه بينحرف، بياخذ هذا الانحراف بهذا الشكل، وقال لك ممكن نطبق عليه قاعده فيلمينج لليد اليسرى. تمام، طب هنستفاد منها ايه هذا الكلام؟ انتوا فاكرين شاشات التلفزيون وشاشات الاسلسكوب، الرسم اللي بيرسم الاشعه واختلافه، كلها مبنيه على هذه الفكره. يلا يعني انا فكره التلفزيون دي او شاشه التلفزيون قائمه على هذه الفكره؟ نعم قائمه على هذه الفكره، عباره عن مجموعه من الالكترونات زي ما احنا نتفرج عليها دلوقتي. طيب تعالى، انبوب شعاع الكاثود او رسم الذبذبات الكاثودي بنسميه سي ار او. تمام، كاثود راي تيوب او ذا كاثود راي اوسلوسكوب. تمام، لقد اصبحت انابيب شعاع الكاثود جزءا من الحياه اليوميه. طبيعي جدا، زي ايه؟ يوجد في شاشات اجهزه التلفاز والحاسوب، وتستخدم في معامل الفيزياء انبوب شعاع الكاثود في رسم الذبذبات. يعني في حاجه اسمها جهاز اسمه الاوسلوسكوب او اسمه رسم الذبذبات الكاثودي. طب يكون من ايه ده؟ عباره عن مدفع الالكترونات، وفي عندنا الواح حارفه بتوجه الشعاع ده زي ما احنا خدنا هنا، شايفين الجزء ده؟ الشريحتين دول بيوجهوا مسار الالكترونات بطريقه معينه. احنا هنعمل شعاعين منهم بحيث ان المسار الالكترون ابدا اوجهه بطريقه معينه، وشاشه الفلوريا، الشاشه دي اللي بيصطدم بيها الالكترون هتبدا تعمل ضوء معين، ده اللي انا ببدا اشوفه، مجموعه الكترونات كتير، فتبدا تكون الصوره على شاشه، الشاشه اللي احنا نشوفها امامنا، شاشه التلفاز او الكمبيوتر وخلافه. مدفع الالكترونات، ايه المدفع ده؟ هو اساسا نفس الفكره، ان احنا بنجيب شريحه من التنجستين، تمام، وبنبدا نسلط عليها ضوء، نسلط عليها بعد كهربي، فتبدا تعمل تطلع الكترونات. بيقول لك هو اساسا نفس الفكره في الشكل اللي هو 8 2 احنا السابق ده، شايفين ده؟ ده اللي احنا قلنا انبوبه مفرغه وبيمر هنا الالكترون، وبعدين في كاثود ومتعرض لجهد معين كبير ولازم انبوبه مفرغه ليه؟ كل ده نفس الشكل. تمام؟ ولكن دي بعض التفصيلات، الفروق المهمه الاضافيه. فهو يتكون من الان من شبكه تتصل بجهد سالب، وكلما الجهد اكثر سالبيه كلما تنافرت الالكترونات اكثر من الشبكه، وكلما وصلت الالكترونات اقل من الانود والشاشه، ويحدد عدد الالكترونات التي تصل يصل الشاشه سطوع الضوء. تمام، عدد الالكترونات اللي بيوصل للشاشه وبيصطدم بيها شاشه الفلوريا ده هو اللي بيعمل الضوء اللي احنا بنشوفه. وعليه فان الجهد السالب للشبكه يمكن استخدامه كضابط لايه؟ لسطوع الضوء. تمام جدا. والسمه الاخرى مدفع الالكترونات هو استخدام الانود. الانود ده معمول ليه؟ ليسرع تمام الالكترونات فتتركز في شعاع دقيق جدا اثناء مرور. يبقى ليه بعمل في النص كده جزء انود موجب بحيث ان هو يجتذب الالكترون ويخليه يتحرك بسرعه باتجاه الشاشه. وهنعمل بقى الالواح الحارفه دي اللي هي بتبدا تعدل مسار او تحدد مسار لشعاع الالكترون يتحرك فيه بشكل معين. في نوعين، بتبقى واحده في اتجاه الاكس وشريحتين في اتجاه الواي. تعال نشوف الشكل كده اللي احنا اتفقنا عليه. ادي شاشه الفلوريا اهي، دي اللي بيصطدم فيها شعاع الالكترون اللي جاي ده، بيصطدم هنا وبيعمل ضوء احنا بنبدا نشوفه، سواء بقى صوره انسان او سواء شكل الموجه لو انا بستخدم جهاز الاسلسكوب. شاشه الفلوريا توضع طبقه من ملح الفلوريا اهي، هنا بتبقى عباره عن كده ملح فلوريا مثل الكبريتيد الزنك على الشاشه، وعند اصطدام الالكترون بالشاشه فانه بيحصل ايه؟ يتسبب في انتاج الملح الوميض من الضوء، يبدا يظهر ضوء وابدا اشوفه بالعين المجرده. كل ده علم يا شباب، اللي احنا بنقول عليه الفيزياء الحديثه
اللي اكتشفت هذا العلم. اما الفيزياء الكلاسيكيه لم تكتشف هذا الموضوع لانه بيعتمد على اجزاء غير مرئيه، لان احنا مش شايفين الالكترون او الفوتون اللي بيخرج من الماده. ده شكل ايه راسم الزلزلات، او ده شكل الشاشه العاديه جدا عباره عن اهو ده الفتيل، انا بوصل الفتيل ده في مصدر تيار عشان يتم تسخينه، فتبدا بعض الالكترونات تتولد وتمشي في هذا الاتجاه يكتسبها هذا الانود، تمام؟ وبنسمي الجزء ده كله اسمه مدفع الالكترونات، عباره عن شبكه. هنا في حاجه اسمها شبكه بتعمل عمليه فلتر بتعدي الالكترونات بقيمه معينه زي ما انا عايزها الشبكه دي، وبعدين الالكترونات تبدا تجذب هذه الالكترونات في اتجاهها وتبدا توجهها بقوه، لانها بتجذبها بقوه في الى شرائح حارفه، وبيبقى عباره عن جزئين، شرائح في اتجاه الاكس واخرى في اتجاه الواي بهذا الشكل، بحيث انها تعدل المسار. وادي انبوب، ولازم يكون هنا فراغ يا شباب، قلنا هنا فراغ عشان تخلي الالكترون يبقى سريع، ما فيش اي مقاومه بتعوقه. ثانيا لازم فراغ لان ده جزء معرض لدرجه حراره عاليه جدا، لو في اكسجين او في هواء هيحترق وهنخسر التجربه وستفشل التجربه. بعدها الالكترون بيصطدم بهذه الشاشه ويصدر ضوء اللي احنا بنشوفه. تمام؟ ننتقل إلى جزء آخر اسمه استخدام راسم الذبذبات الكاثودي. يبقى يا شباب استخدام راسم الذبذبات الكاثودي بنستخدمه في إيه؟ راسم الذبذبات الكاثودي بنستخدمه في أكتر من حاجة، لكن إحنا هنركز النهاردة على حاجتين مهمين جدا، إزاي نستخدمه في قياس الجو وإزاي نستخدمه في سرعة قياس سرعة الصوت. تعال نشوف كده ممكن نستخدمه ازاي. اول تعريف مهم جدا اسمه تعريف القاعده الزمنيه. ايه القاعده الزمنيه ده؟ ده مقياس رسم، تمام؟ اهي وانا عندي ترددات معين واخده هذا الشكل. القاعده الزمنيه هي مقياس الرسم لرسم الذبذبات الكاثود. ايه ده؟ مقياس رسم، تمام؟ تعال نشوفه هنعرفه ازاي. لو انا عندي قياس الجهد عندي اشوف هيتقاس ازاي. لو انا عندي جهد مسلط مسلطه على الشبكتين اللي هم واي واي اللي احنا شفناهم في جزء الملف ده، شايفين ده مثلا، وانا عندي حزمه واي واي بسلط هنا عشان اقيس الفولت، بسلط هنا فولت هيطلع لي على الشاشه شكل الموجه اللي احنا شفناها بمقياس الرسم اللي احنا هنشوفه دلوقتي. يسلط الجهد المطلوب قياسه على الشريحتين عن طريق طرفي الدخل، تمام؟ وتم ايقاف التشغيل القاعده الزمنيه، وعند تسليط الجهد على الدخل واي يتكون مجال كهربي بين الشريحتين زي ما احنا قلنا، اللي هو بيوجه زي ما احنا قلنا الالكترونات المتحركه، تمام؟ يتناسب انحراف الحزمه زي ما قلنا في مجال لما بتبدا تنحرف الحزمه بالمجال الكهربي مع الجهد المستخدم، تمام؟ انا بستخدم جهد قد ايه، فالانحراف ده بيعتمد على قيمه الجهد اللي موجوده داخل على الشريحتين اللي هم واي، تمام؟ ويحدد اكتساب الدخل واي حساسيه راسم الذبذبات. فعلى سبيل المثال اكتساب نص فولت لكل قسم يعني انه بالدخل، واحنا كل مربعات الشاشه بتاعه راسم الذبذبات سي ار او دي عباره عن شاشه هتلاقيها متقسمه مربعات صغيره جدا، هنشوف شكلها بيبقى عامل ازاي. فالمقياس الرسم بتاعنا بيعمل ايه؟ بيقول لك لو احنا مثلا قلنا نص، لو خدنا القاعده بتاعتنا نص فولت لكل قسم لكل مربع، معناها ان احنا هنحط واحد ونص، يكون انحراف ثلاث اقسام، تمام؟ نص فولت لكل مربع معناها الشكل بتاعي هينحرف ثلاث اقسام، تمام؟ ويبين الشكل اللي احنا نشوفه في الوقت ده انحرافات الحزمه
نتيجة جهود عديدة للتيار المستمر والتيار المتردد في حالة عدم تشغيل القاعدة الزمنية ثم تشغيلها في الحالة الثانية. تمام؟ يعني نشوف لما نشغلش القاعدة وبعد نشغلها. تمام؟ أول حاجة لا يوجد مدخلات، الريحة دي أنا مدخلتش. إيه اللي بيظهر؟ بيظهر شعاع هنا، ده بيبقى في المنتصف تماما تماما. تمام؟ نقطة كده إيه في المربعات، أدي المربعات تبقى مربعات كده، وأنا هنا لا يوجد مدخلات، هتطلع نقطة زي دي. طب القاعدة الزمنية لو اشتغلنا اللي هي عملت خط تمام منتصب نفس القيمة. تمام، دخلنا بقى ايه، حطينا على العمود ده كهربائي 1.5 فولت، حطينا 1.5 فولت، والتقسيمة بتاعتنا كانت 0.5 فولت لكل ايه، لكل قسم. شايفين هتطلع قد ايه؟ نمشي كده من عند السنتر، ادي السنتر هنا اللي هي مشيت كام، كام مربع؟ 1 2 تعمل نقطة صف هنا، قدرت تتحرك نص كل قسم. تمام، وكذلك هنا هنمشي من عند قسم 1 2 3 تروح عامل خط. ده لما القاعدة الزمنية تعمل، لما تعمل بتعمل نقطة، لا تعمل تعمل نقطة، تعمل هتلاقيها عملت خط في نفس المكان. طيب تمام، عمود كهربائي، كل دي حاجات كلها دي سي، يعني تيار مستمر. طيب عمود معكوس، يعني انا حاطط اضافه سالب 2 فولت وديله 1 فولت لكل قسم. تعمل ازاي؟ هاجي من عند المنتصف 1 تمام لكل نقطه، 2 نقطه تمام، هنا هتعمل خط على نفس المسافه، ايه تيار مستمر. ده التيار المتردد تطلع عامل ازاي؟ لو عندك تيار متردد 50 هرتز، تيار اعلى جهد يساوي 20 فولت. تمام، وقلت له التقسيمه بتاعتي 5 فولت لكل قسم، يعمل ايه؟ هيعمل 4 فوق و4 تحت، سالب مره بالموجب مره بالسالب، لان ده تيار متردد. حاجه اشوف له ده لما ايه الجهاز لا يعمل او ايه مقياس الرقه. اهو شوف هنا معناه هنا القاعدة الزمنية لا تعمل، أول ما تعمل ده تيار متردد أهي، هيجي من المنتصف وقد كام؟ قد 4، 1 2 3 4، ويرسم أدي ساين ويف بتاعتي، شكل الموجة هيطلع بهذا الشكل، ياخد الارتفاع بتاعتها من فوق مرة بالسالب ومرة بالسالب ومرة بالسالب، تطلع بهذا الشكل. تمام؟ طب لو عندي تردد 25 هرتز وأعلى جهد يساوي 20 فولت، قلت له برضه إيه 5 فولت يطلع بنفس 4 برضه 4. تمام، التردد بيطلع إيه مختلف، لأن ده 25 يعني 25 ذبذبة في الثانية الواحدة، هنا 50 ذبذبة يعني عدد الذبذبات أكتر في الثانية الواحدة. عرض أشكال موجية للجهد الكهربائي عند تشغيل القاعدة الزمنية وباختيار تردد مناسب لها، يمكن عرض الشكل الموجي للجهد الكهربائي باستخدام رسم الذبذبات زي ما شفناه. الشكل الموجي للجهد الكهربائي فحص هو دخله عند الأطراف واي، أطراف واي، وممكن أنا أشوف شكل الموجة بتاع الجهد على الشكل. طيب ممتاز، قلنا الجزء الثاني قياس الفترات الزمنية القصيرة اللي احنا نستفاد منها ونقيس بيها سرعة الصوت. من خلال ان انا بركب هنا ده جهاز اللي هو الذبذبات، باجي على الاطراف واي، وبدل ما اسلط فولت انا كنت بسلط فولت عشان اقيس اشوف شكل الموجة بتاعت الدورة اللي انا مدخلها عن طريق قياس الجهد. هنا بقى ركب لاقط صوتي، ركب ميكروفون ويبدأ يتكلم فيه الشخص ده، ويبدأ شكل الموجة بتاعته تبدأ تترسم على رسم الذبذبات الكثيفة. يمكن استخدام رسم الذبذبات القصودي بقاعدة زمنية في حالة التشغيل لقياس الفترات الزمنية القصيرة. الفترات الزمنية إيه؟ مثل الزمن المستغرق لانتقال الصوت
ذهابا وعودة، يعني يبقى مسافة قصيرة يروح ويرتد ويجي تاني. ويمكن تحديد الزمن المستغرق قياس المسافة المقطوعة، هو مقياس المسافة المقطوعة، وأنا إيه عارف سرعة الصوت تمام، من خلالها أعرف عندي المسافة وعندي الزمن، خلاص من خلالها أعرف سرعة الصوت اللي بيتكلم بيه هذا الشخص أو الصوت اللي أنا صدر عنه. تمام. عنوان جديد مهم جدا، الدوائر الكهربائيه اللي انا بشوفها لو انت فتحت الراديو القديم وفتحت الديسك توب القديم، تلاقي الاخيره كده في لوحه تمام عليها بعض المكونات، عليها زي المقاومه زي الترانزستور زي الاي سي، المكونات دي مهمه، تعالى ندرسها كده مع بعض، هناخد بعض منها، تلاقي مقاومات ومكثفات. هنبدأ في دراستنا دي الأكثر شيوعا هي إيه؟ المقاومة. هتلاقي مقاومة ليها شكل كده ظريف، وزي ما قلنا خدنا قبل كده المقاومة إيه فائدتها في أي مكان أو أي جهاز إلكتروني، فائدتها إن هي تتحكم بكمية التيار اللي بيمر عبر الدايرة، حتى لو عنده مقاومة متغيرة ممكن تتحكم بكمية التيار قيمة معينة، تدخل التيار أو إيه تتحكم في كمية التيار اللي هيمر في الدايرة. طب تعالى نشوف كده المقاومات دي بتبقى شكلها عامل ايه؟ تاخد الشكل ده تمام؟ هنلاقي ليها ألوان هنا، وفي خط كده 3 ألوان ورا بعض، وفي خط منفصل لوحده يعني. نعرف دلوقتي ايه كل الألوان. يقول لك وتعطى وتعطى القيمة والتفاوت المسموح للمقاومة بالخطوط الأربعة الملونة عليها حسب الشكل، وتشير الألوان الخطوط الثلاثة الأولى من اليسار إلى الرقم الأول الثاني وعدد الأصفار التي تلي هذين الرقمين. يبقى بنكتب الأولين الأول رقم وثاني رقم من ناحية اليسار، والرقم الثالث ده قدامها كام صفر عدد الأصفار. أما الرقم الرابع ده فده بيرمز لإيه؟ للخطأ المسموح بالمقاومة تمام. وقال لك الألوان دي هقول لكم على طريقة إزاي نحفظها، الألوان دي تمام بتبقى البني نسبة الخطأ بتاعته المسموح بيه بتبقى 1%، والأحمر 2%، والذهبي 5% زائد أو ناقص طبعا، والفضي نسبة تفاوت 10%، ولا شيء ما فيش أي رقم يبقى نسبة الخطأ المسموح بيه في المقاومة تبقى عالية تصل ل 20%. طيب هنشوف بقى الالوان الثلاثه دي كل حاجه بترمز ايه. الالوان ادي الخط الاول بنكتبه مثلا، نشوف رقم ام وليكن 6، وده رقم ده رقم 2، والاخضر ده رقم ده نحط رقم وده رقم، والثالث ده بيبقى رقم 0. انا كنت زمان عرفت عن طريق مرجع كده ازاي احفظ قيمه المقاومه، لان فكره ان انت تحفظ اسود يعني الرقم اللي انا احطه ده صفر، البني بواحد، الاحمر ب2، البرتقالي ب3، كان صعب حفظه. فلقيت في المرجع ده كاتب ملخص كده جميل جدا، انا من ساعتها قرابه اكتر من 25 سنه حفظت هذا الكلام. بيقول ايه؟ بيقول في كلمه اسمها سنحرس خزن مب، سنحرس خزن مب، ده كل حرف من دول هو الحرف الثاني من كل لون، الحرف الثاني من كل لون. سنحرس هتلاقي حرف السين وبيجي من هنا تمام، معناها كلمة أسود، ثاني حرف سنح النون يبقى البني، نحرس الحاء تمام، سنحرس الحرف الراء جاء من البرتقال، وبعدين سنحرس الصاد جاء من الأصفر، خزن أدي الخاء، وبعدين حرف الزاي يجي إيه من أزرق، وهكذا بنفسي. ممكن أعرفها منين؟ عن طريق إن أنا أكتب كده سنحرس سين نون ح ر ر صاد تمام، خزن ماب، شايفين كده؟
نحرس خزن مب، كل حرف من دول ده الحرف التاني من اللون، ده اسود ده بني ده احمر ده برتقالي ده اصفر ده اخضر ده ازرق ده بنفسجي ده رمادي، وبعدين ايه هو حرف من كلمة أبيض. تمام، أول حرف من أول أول لون من هنا بنحط رقم عادي جدا، وتاني لون رقم عادي جدا، تالت ده بيبقى عدد الأصفار اللي موجودة أمام الرقم كام صفر. تمام، مثلا لو هو أصفر يبقى أحط 4 أصفار، أخضر أحط 5 أصفار، وهكذا. دي طريقة سهلة إزاي إيه تحفظ بيها. طيب في نوع تاني من أنواع اسمها المقاومة الحرارية، ودي بتتأثر تأثير كبير جدا بوجود درجة الحرارة. لما زادت درجة الحرارة تمام المقاومة تقل، فتسمح بمرور التيار. مع كل ما المقاومة تقل كل ما التيار يبدأ يتحرك بسهولة. فأنا الفكرة بتاعت المقاومة الحرارية دي أول ما تتعرض لحرارة تبدأ إيه؟ تبدأ تمرر التيار، تفتح الدائرة والدائرة تبدأ تشتغل. تمام، دي المقاومة الحرارية، وادي الرمز بتاعها يرمز لها بهذا الرمز. تمام، يرمز لها بهذا ايه الرمز. في حاجة تانية اسمها ايه المقاومة المعتمدة على الضوء، وادي الرمز بتاعها. تمام، دي كل ما يمر فيها ضوء كل ما يجي عليها ضوء اللي بيحصل المقاومة بتاعتها تقل. المقاومة بتاعتها ايه تقل، فتبدأ تفتح الدايرة أو تقفلها على حسب الاستخدام. دلوقتي في أعمدة الكهرباء الموجودة في الشارع بتستخدم هذه المقاومة، المقاومة الضوئية. تمام، الليل يبدأ يشتغل عمود النور لأن مفيش ضوء تمام صادر على الدائرة، فيبدأ الدائرة تشتغل. أول ما يسقط ضوء على المقاومة دي اللي بيحصل المقاومة بتاعتها بتقل. تمام، فبتبدأ تفصل الدائرة. ليها استخدام إن هي تبدأ تفصل أو إيه تفتح الدائرة، عادة بتوصل بهذا الشكل أهي. تمام، وأدي الفولتاميتر، فولتاميتر هنا ممكن نحطه جهاز قياس حرارة، أو هنا يبدأ يقيس فولت على إيه على هذه المقاومة. في قانون هنا لو أنت فاكر. تمام، كل ده شرح حتى المقاومة المتغيرة. هنا المقاومة عند إيه بتبقى أعلى قيمة، المقاومة عند بيه بتبقى أقل قيمة. تمام، هنا آدي شكل المقاومة بتبقى متوزعة بهذا الشكل. تمام، لو أنتوا فاكرين قانون أوم، بيقول إيه قانون أوم؟ عند مثلث أوم. تمام، هنا تبقى البي فوق تمام، وهنا بتبقى الاي وفي الار. تمام، لو انت فاكرين قانون اوم اللي احنا كنا بنجيبه. هنا عايزين نوزن، يقول لك وبين الشكل المقاومتين على التوالي متصلين بمنبع، ادي منبع يمكن توضيح ان فارق البعد، فرق البعد بتاعه عباره عن ايه؟ فرق البعد عبر المقاومه الاولانيه دي تمام عباره عن الكسر بهذا الشكل. طيب جه منين ده؟ ربما البعض ما يكونش فاهم. تمام، يعني اوضح له بس ثانية واحدة. بص كده يعني ايه ثانية واحدة. ايوه، لو انا عندي ادي دايرة كهربية، اسف، ادي الدايره بتاعتي صح، فين مقاومتين كذا، ادي مقاومه وادي مقاومه، عذرا على الرسم، وادي ايه الدايره بتاعتي زي ما احنا شايفين. طيب تمام، انا عندي لو انت فاكرين قانون او اكتبه تاني، ادي ال في فوق هنا. تمام،
انا عندي هنا R2 ودي R1 صح، وادي الفولت بتاعي تمام. فقلنا في حالات التوالي ايه اللي بيحصل، اللي بيتجزأ هنا ايه؟ اللي بيتجزأ هنا التيار ثابت الاي زي ما هو، اللي بيتجزأ هنا فولت، بيبقى هنا في في واحد او في اتنين هنا صح، وبيبقى في عندي هنا حاجه اسمها في واحد تمام. وانا حبيت اعمل اجيب التيار في هذه الدايره، بقول ايه؟ بقول ان التيار ثابت هنا اهو، فانا بقول ان انا عندي لو انا عايز اجيب الاي اهو، الاي بتساوي الفي صح على الار توتال صح. الار توتال دي بتساوي ايه؟ بتساوي ار واحد صح، ده دوالي عادي جدا زائد ار اتنين صح اهي، مفيش اي مشكلة اهو. يبقى انا اقدر اقول ان الاي تساوي ار واحد زائد ار اتنين، في اي مشكلة؟ مفيش اي مشكلة لحد دلوقتي اهو صح. وفي نفس الوقت انا عندي هنا اي، وانا عايز اجيب مثلا الار الاي اللي ماشي هنا في عند ار واحد، اعرف اجيبه ان هو بيساوي الاي واحد، او هو الاي ثابت هنا، هيبقى الاي بيساوي ايه؟ في واحد على ار واحد. من خلال المعادلة دي والمعادلة دي تمام، ممكن من خلالها هتيجي المعادلة اللي احنا هنشوفها في الكتاب دلوقتي تمام. نرجع بس نرجع للكتاب بتاعنا اهو، هتطلع لنا العلاقة اللي هي دي تمام، ان في واحد هتساوي هو ار واحد زائد ار اتنين في في الكم، وبالتالي العلاقه دي اقدر استخدمها في ان انا اجيب الفولت اللي عندي اللي هنا تمام. عرفت اجيب الفولت ده، بالتالي من سهل جدا ان انا اطرح الفولت ده، الفولت الكلي اقدر اجيب الفولت اللي هو في الطريقه اللي احنا جبناها الاول. تعالى نعود نسال على هذا الكلام، بيقول لك شكل اتنين، الشكل ده اسف موزع جهد مقاومات متوالية، آدي التيار مر عبر المقاومة في تيار ماشي كده، ومديك عايز التيار المر في عبر المقاومات، وعايز فرق الجهد عند المقاومة 10، فرق الجهد عند المقاومة 40 تمام. المقاومة الكلية سهلة جدا، حجم المقاومتين تطلع 50 أوم، التيار المر في الدايرة الاي بتساوي الفي على الار توتال زي ما انا وريتكم قبل كده اهي. الار توتال عندي عندي كام، هي بتساوي كام؟ بتساوي 50 اوم، هقسم الاثنين على بعض تطلع لي قيمه التيار. طيب تمام، عايز فرق الجهد اللي عند المقاومه دي، بس هقول ان التيار عندي قيمه المقاومه عندي، ايوه قيمه المقاومه دي سهله جدا، انا اضربهم في بعض واستخدم قانون اوم ابدا اوصل للايه؟ للنتيجة اللي عايزها. طيب تمام، طب عايز فرق الجهد عند المقاومة 40 بنفس أضرب التيار في المقاومة أجيب تمام. وكمان كان ممكن نستخدم إن إحنا إيه، نقدر نجيب الفولت عن طريق القانون اللي إحنا جبناه فيه، سهل جدا يا شباب تمام. أنا بجري في الموضوع ده لأني يعني كانت جات رسالة قبل كده ان ده جزء ملغي من المنهج، بس انا حابب ان احنا ناخد عنه فكره لحد ما نتاكد هل هو ملغي ولا لا. طيب في جزء تاني هنختم بيه النهارده ان شاء الله، اسمه الدوائر الكهربائيه التي تعمل بالمنطق الرقمي تمام. زي ما احنا عارفين ان لغه الكمبيوتر او لغه الحاسوب بتشتغل عن طريق حاجه اسمها البلس، البلسات او النبضات
ايه النبضات والبلصات دي اللي هي بتفهم اشاره الزيرو 1 اون اوف، زيرو 1 زيرو 1 زيرو 1 اسمها الدوائر المنطقيه. تعال نشوف الدوائر المنطقيه دي بتشتغل ازاي وايه فين. طبعا هي عباره عن دائره الكترونيه بتسمح بمرور التيار او لا تسمح بمرور التيار، بس ليها شكل. تمام، ربما بعض الاشياء نعوزها ان انا مثلا ايه هدخل دخل ده او ده، دخل القيمه دي او دي، هكذا. تمام، مثال زي ما بقول لك، مثال انت خدت قرار ان انت تروح المدرسه بالحافله او سيرا على الاقدام، فانت هتختار لا اما حافله لا اما تمشي على رجليك، وهكذا. اذا قررت بالحافله ان ذلك معناه لا اما كلمه صح او كلمه خطا، وهكذا. هنا احنا بنستخدم لغه 01، تمام، بدل من الكلام ده بنستخدم واحد او صفر، يذهب او لا يذهب، صح او خطا، وهكذا. طب الدوائر دي اسمها ايه؟ الدوائر دي اسمها نوت اند او اور، نوت او اند او اور. وبعديها ظهرت منها دوائر اخرى اسمها ناند او اسمها نور. تمام، الناند او النور دي الاصل الثلاث بوابات دول عندي، حاجه اسمها نوت وحاجه اسمها اند وحاجه اسمها اور. دخلنا عليهم حاجه تانية اسمها ايه؟ هتلاقي ناند او نور. ناند دي الان اللي بتتكتب قبلها دي اختصار لكلمه نوت، دايره نوت. يعني اذا ان انا ممكن اجيب دايره نوت دي واجمعها مع الاند، او دايره نوت دي واجمعها مع ايه؟ مع الاور، تبقى اسمها ايه؟ نور او اسمها ناند. طب تعالى نشوفها بتشتغل ازاي سريعا، نبدا نختم هذا الدرس. ادي الشكل، مثلا شكل الاند بتاخد هذا الشكل. اول حاجه دايره اسمها نوت. ايه النوت دي؟ النوت دي بتاخد اي دخل. لو انا مدخل مثلا، ادي الدخل بتاعي ايه، تمام، ايه، وادي الخارج بتاعي. تمام، التعبيرات ايه هو؟ يعني انا دخلت ايه ده بصفر مثلا، قلت له صح، تمام، بتظهر عندي ايه؟ النوت ده بيحولها من صفر لواحد، بيعكس الخارج وعكس او نفي الدخل. النقطة دي بيعكس الدخل، تمام، لو انا مدخل صفر يطلعه واحد، لو انا مدخل واحد يطلعه من اسمها، اسمها نوت، اسمها نوت. طب الدايره وادي الرمز بتاع المثلث قدامه دايره صغيره وكذا. الاند بقى، تمام، الاند دي لا تعمل خالص، الاند دي ما بتطلعش خارج، ما بتطلعش واحد، يعني الخارج عندي يعني واحد، وقول إلا إذا كان الداخلين عندها رقم واحد صحيح. تمام؟ يعني الاتنين صح أهو، واحد وواحد بس، أي حاجة تانية عمرها ما بتطلع قيمة، يعني صفر وصفر ما بتطلعش قيمة، واحد وصفر عمرها ما بتطلع، صفر وواحد لو الاتنين داخل هنا، دخلت 1 1 يبقى يطلع ايه؟ دخل. تمام؟ لكن 1 0 عمرها ما تعمل اي حاجه، وادي الرمز بتاعها بتبقى غلط. الاور بقى، الاور غير الاند خالص. الاور دي بتعمل ايه؟ دخلت لها واحد في اي ناحيه تطلع خارج. تمام؟ اور دخلها واحد في اي جهه، في اي مدخل تطلع خارج. تعال نشوف كده، ادي واحد، تمام؟ اللي حصل طلعت خارج. طب هنا واحد طلع خارج، هنا واحد واحد اهي، اديتها الداخلين زي بعض طلع ايه؟ خارج. تمام، الاور بتطلع ثلاث انواع من الخارج، اما الاند لازم الاثنين يكونوا واحد واحد بس. طب ايه فكره النوت دي؟ النوت دي خارج اللي خارج ده قبل ما يخرج بيعمل ايه؟ بتحوله. معنى ايه؟ لو انا عندي ناند، فاكرين ناند ايه؟ ناند بتعمل ايه؟ ناند بتطلع ثلاث اصفار وواحد، لو حطيت لها نوت تتعكس كل ده، يعني الخارج اللي خارج لها صفر هتطلعه واحد، الخارج اللي خارج لها واحد هتطلعه ايه؟ صفر. تمام؟ كل الصفر هتطلعه واحد، وكل الوحدات هتطلعها ايه؟ صفر، حتى مع الاور نور اهي بدأت تعكس، كان كل دي وحيد، هي إيه خلتها ايه؟ كلها كانت وحيد بقت اصفار، وخلت الصفر بقى ايه؟ واحد. تمام، تمام جدا.
وبكده نكون احنا خلصنا الباب الثامن ان شاء الله، والقاكم في الباب التاسع والاخير من ماده الفيزياء هي، واراكم على خير، وانا تحت امركم في اي استفسار او سؤال. انا طولت عليكم بس عشان نلحق ناخد الاخير ونراجع. اراكم على خير، والسلام عليكم.